بس بس انزل يا انت وهو ابو يا عم الحاج الله يهديك. كلمنا انا هنا كلمنا انا البعيد ده هتنزل مع مين يا مشاوير؟ خلاص انا ورانا مشاوير ومش فاضيك. هسجنك هسجنك انت وشات الامامه بتوعك دول. الامامه؟ ايوه. انت تعرفش مين ابو ودود؟ ماليش دعوه ابو ودود وبزفت. بقول لك انا ليه اخد عربيتي عشان ورايا مواعيد؟ امال مين اللي هيسوقها لاسيوط؟ انت انا ماله من اسيوط؟ ايه شغلتك ده؟ وما تطلعنيش من اعصاب الله يهديك. طب ما جات لك حل تطلع مين لغايه بني سويف؟ بني سويف هو اللي مشغلها اجره يا بني ادم. امال الراجل اتدخل 700 جنيه ليه؟ يا بني ادم يبقى انت احمر وهو احمر زيك. شكر يا بيه. شكر يا بيه. يا حرام انا مش بيه. كلمني ما تعرفنيش ترقص لي هناك. انا بكلمك اهو الامانه. خلاص الدم غلف في فوق. مش هرحمك يا مش هرحمك يا بيه. انا ما بقدرش انزل البيت دي. ليه لازم تنزل؟ نزل انا بموتهاك في العربيه. تموت مين؟ هموتك بره بتاعتك دي. هي فرخه. مالك يا عم؟ انا اللي مالي؟ فيه ايه؟ انا اللي مالي برضه؟ ايه؟ يا راجل يا منافي يا عديم الدين تصف عيالك في عربيه راجل ما تعرفوش. يا عم خلصني وخلص سكتني دول. يا عم سكتني دول في عبد الله. يا عم سكتني دول.